أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شخص كان في مجلس وكان في حالة غضب، فقال لجلسائه: أشهد الله وأشهدكم أني ما أعود لهذا الفعل مرة أخرى إن شاء الله. ثم هو بعد ذلك غير متأكد من هذا الاستثناء، فقال له جلساؤه: لقد استثنيت في حلفك. فهل يسقط على هذا الاستثناء الكفارة أم لا بد منها؟ هذا ما هو حلف، ما هو بيمين، هذا أشهد الله وكذا ما هو بيمين، هذا إخبار، إخبار فقط وله بيمين، لكن يجب عليه التوبة إلى الله من الذنب ولو لم يقول أشهدك، يجب عليه التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة إلى الذنب. أما الكفارة فليس عليه كفارة بهذا اللفظ لأنه ليس يمينا. نعم.